الإخوة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقدم لكم هذا الفيديو الذي هو أختصه لكم فيه عمل نستوك بالدرس. في الدرس يكون مملوء بزوزو. إذا نأخذ الخيط على إثنان، ندخله في الإبرة على هذا الشكل، ثم أربط المخطف دائما الجهة اليمنى بالنسبة للنساء، أما الرجال فنبدأ من الأسفل يعني من الجهة اليسرى، هذا الرجل. أما النساء فالبدء من الجهة اليمنى. أخذ هذا طرف القطن الصقلي وأعمل العيون. أول حاجة أرتب القطار بهذا الشكل، ما هذا قم بتقطيعه هكذا، ثم استمر في الغرزة. فبهذه الطريقة قم بوضع عين حسب عقيدة الصرع هذه، لأقوم بوضعها. أولا أخذ القياس على هذا الشكل، ثم أحتفظ بهذا القياس، ثم أستمر في الغرزة. فغرزتين في العين وغرزة في القطن، ثم غرزتين في الضرس يعني العين وغرزة في القطن بهذا الطريقة، وأستمر هكذا عين بعد عين حتى إكمال النصف إلى هنا. بعدها أقوم بجمع الطرفين، الطرف الأيمن والطرف الأيسر. شاهدوا معي الفيديو لتروا من الأعمال الجديدة والتي يحبها كثير من النساء التي لها ذوق في لباسها الخاص لها. فمشاهدينا، بعدما وصلنا إلى هنا يعني بعدما باعدنا على المخطب 10 سنتيمترات أو 12 سنتيمترات، أقوم بتحويل المخطب وأستمر ضربات في العيون، غرزة تابع غرزة حتى وصولنا إلى هذه المكان. فعندما نحس بهذا القطن يزعجنا في العمل فنقوم بغزله بهذا الطريق. حسب ما أخبرتكم قبل قليل، كلما بعدنا عن المخطف أقوم بتحويله هكذا ليساعدنا في الغرزات ويكون أقرب إلينا.
إذن غرزة تابع غرزة، وعين بعد عين، ثم نحصل على ذا اسم متصل. الآن مشاهدينا أكملت الدرس، فأقوم بترتيق القطن، ثم بعدها أقوم بتقطيعه. فهنا وصلت إلى مرحلة مهمة، وهي كيفية جمع الطرفين. بهذه الطريقة التي نقوم بجمع الطرفين الأيمن والأيسر بهذا الشكل، بهذا الشكل، الطرف الأيمن مع الأيسر بالكرفتان، هذا الكرفتان وهو مقلوب هكذا، هذا هو الواجهة، أما هنا فمقلوب. أقوم بتركيز طرفين الأذن مثلا، طرفين هذا، وأقوم بوضع المخطاف هنا، أما هنا فأضع هذه، أضع هذا المخطف الثاني، أضعه هنا بهذا الشكل. بهذا الشكل أكون حصلت على جمع الطرفين. إذا أضرب غرزة أو 3 غرزات في الأول، أو 4 غرزات أحسن، 3 ثم 4، بعدها ضربة في طرف العين، ثم في القطان الذي هو في الكرفتان، ثم ضربة، كل عين أضرب فيها 2 ضربات، بهذه الطريقة حتى حسب ما ترون، بهذه الطريقة. إذا مشاهدينا كما العادة، عندما نحس بالمختار بعد عني نحاول الاقتراب، نحاول اقتراب المختار، هكذا يساعدنا في العمل. هنا مشاهدينا الأفاضل، قمت بإتمام الدرس وجمع الطرفين، والآن أقوم بالملء بالعقيق زوزو. أولا أقوم بهذه الطريقة، أضع المختاف هنا، ثم أقوم بهذا الإبهام من الداخل، وأفعل بهذه الطريقة هكذا. يعني ها هي كرفتان، ها هي الواجهة مثلا. والآن أملأ، أقوم بملء بالعقيق زوزو. هذا العقيق الذي اخترته هو رقم 6، اختار إبرة كبيرة من الإبرة التي أخيط بها الدرس. هذه الإبرة التي أقوم بلصق بها زوزو، هي إبرة طويلة قليلا، ثم أقوم بلصق زوزو، بهذه الطريقة 2 ضربات فقط. الضربة الأولى في الضرس، الضربة الثانية في العقيق زوزو. إذا بهذه الطريقة
بضربة واحدة في زوزو، والضربة الثانية في العين الأول والعين الثانية، يعني أجمع العينين في الضربة الأولى. سوف ترون ها هو إذا. المشاهدين الكرام، وصلنا إلى نهاية العمل، ونشكركم على المتابعة، ومع فيديو آخر إن شاء الله. نرجو أن يعجبكم هذا الذي قدمته لكم، وأتمنى أن هذا العمل أخذتم تجربة. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية الفيديو، وشكرا لكم على المتابعة. حسب ما ترون معي، هذا هو درسنا اليوم، كيفية لصق الرشمات. هذه الرشمات، ثم قمت بإنبادها بزوزو، بعدها قمت بعمل نصف توك. هناك عمل آخر في الأكتاف، ها هما مثلا بهذا الشكل في الأكتاف، وفي الكتف الآخر ها هو. أتمنى أن هذا الفيديو أعجبكم، وشكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء.